مربوط باللي لا سهران على شهادة تي في كاين بلان كل حلقة معنا فنان كل هاد شاب فين وجي قطبيتو نايتي نشطكم شهادة تي في غتونسكم هاد الليلة احنا معاكم خليكم ما تمشوش عشاية هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون تجمع الأحباب والجيران عشاية هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون رمضان هذا واش من رمضان شكرا على حسن انتباهكم والى اللقاء. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كود بي تونايت، ومن دابا نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخل لكم بالصحه والسلامه. هذه الحلقه معنا واحد الفنان جميل وصوته رائع، عماد الدراج، حلقه زوينه بزاف، نخليكم تشاهدوا الصور اللي كيتسناكم في هذه الحلقه. كاين شي موازين هذا العام ولا والو؟ لا ما كاينش، ما بغيتش نعمروا بيا الحفل اولا شي حاجه، نبغي نكون كاين. واش كتظن بان لارتيست خصو يدير اغنيه تكون كدير البوز باش يقدر جوستومون يبداو يعيطوا ليه؟ لا دابا هذا الوقت في 2018 البوز ضروري، ولكن المشكل اللي كيوقع صعيب دير شي اغنيه تخلق البوز اكثر من الاولى. انا 10 سنين دابا باقي كنخسر، باقي كنخلص، باقي ما ربحت والو. بعض المرات كيكون عندي درهم في جيبي، بعض المرات كنمرض ما كنلقاش باش نشري الدواء. شنو اخيب حاجه طرات لك في الكارير ديالك؟ مشيت سويدو زعما. امينيوكس ما تهضرش عليه دابا، الله يخليك. اما دابا ارحبوا بعماد الدراج. تقلب عليه شويه على خويا. صافاك شي مزيان. كي داير؟ صافا. وشو هذاك؟ زوين عندك اللعيبات. وين الكاميرا تدور ولا ترجع؟ صافا؟ كنت مزيان مرحبا بك. صافا عماد. صافا. كي داير؟ الحمد لله. اش كتعاود؟ جنبية خطيرة. عرفتي اللي كيجي كيهضر لي على الجلاب. تيلمون كلشي كيهضر عليك وبدو البيس ديالك كيطيح. خويا يسلفها لي باش نطلع بها في شي سهرة. نعطيك حلف تطلع بها في شي سهرة. الله يسلمك طلع. نعطيك اخويا تطلع بها في شي سهرة. ان شاء الله. صافا؟ سهرة. شنو كاين شي موازين هاد العام ولا والو؟ لا ما كاينش. علاش؟ ما عمري دزت في موازين. لا والله. عباد الدراج بهذا الصوت كامل وما دزتش موازين. جو سي با ما عرفتش. واش كاين خصك تعرف شي واحد دابا؟ شي واحد؟ عيط. ها؟ عيط. اسمع شوف بلاتي بلاتي نشوف موازين بلاتي. السميه ديال السيد ام 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 السيد شوف ديب تمام موازين لا ما يمكنش. الو وي كي داير؟ صافا كلشي مزيان؟ توا بيان؟ الحمد لله. كي داير مع داكشي؟ غادي مزيان داكشي؟ شتو راه بغيت زعما نهضر لك على واحد الفنان مغربي كان داز في ستوديو دوزام وعنده بزاف الاعمال. عماد الدراج. ان شاء الله. ديال اللي كان سلام نهضه سويسي اللي كان اللي جاب الخميس اللي كان ايام شو مشكل تاع الكاشي اللي كان ماشي مشكل يسخر. لا يتست الحاجه يدوز. لا لا ما يدوز. عماد الدراج. لا ما بغاوش. واش عندك شي مشكل مع شي مع هاد المنظمين ديال الحفلات ولا شنو؟ لا ما عندي حتى مشكل. ما كاين حتى شي مشكل. لا لا ما عندي حتى مشكل. واش كظن بان كاين خصك تكون تعرف الناس باش تدوز في هاد السهرات وماشي غير موازين صديق بزاف ديال المهرجانات وبزاف ديال ما عرفتش والله ما عرفت ما نقدرش نقول لك شي حاجه بالضبط حيت ما عرفتش. ما كظنش تحس بان شي واحد كيحاربك ولا شي واحدين كيحاربوك؟ الا حاربوا هانيه ماشي مشكل. تحاربوا معاهم هانيه. انا كنقول انا كنخدم كندير الموسيقى كندير الفن. الحمد لله عندي باش نعيش كناكل كنخدم كنتقاتل فين ما كان باش طرفة الخبز كندبر عليه فين في السماء كنجيبو في السماء فين ما كان فهمتي. طرفة الخبز كتدبر عليه بالليل ولا بالنهار؟ باش ما كان بالليل بالنهار في العشيه المهم خصني نخدم. انا اي خدمه ما عنديش مشكل. وداك الشيء كيبقى ضل موازين او لا فيستيفالات اخرين ماشي مشكل. الا جاتني شي دعوه ولا شي حاجه علاش لا. شحال دابا تبارك الله شحال من عام انت في الكارير ديالك؟ 10 سنين. لا والله كدوز بحال بحال 10 سنين. 10 سنين ملي كنت في ستوديو زان في 2008 كانت عندي 18 عام. اول سينجل ديالي في 2009 كانت نتجات القناة الثانية معكم ستوديو زان ومن بعد كملت راسي كنتج الاغاني ديالي راسي. داكو انت في ستوديو زان من بعد واش القناة كتعاونك ولا كتصوب لك سينجل وصافي كيرجعوا اللور؟ لا القناة كدير معك اغنية وحدة كدير معك كليب
وكتعيط لك في الحفل ديال السنه الثانيه ديال 2000 ديال السودوزام كتغني فيها ومن بعد ديك الساعه كتشخط تكون فيها كاشي هذاك الحفل اللي كتجري من بعد وي وي ضروري اي حفل كاشي ولا تدويره لا لا اي حفل كتجي كتغني فيه كتخلص فيه صراحه تهضر على زعما على القناه فين كتجي تغني في القناه ضروري وي تبارك الله وكاين 10 سنين باش ما تكونش ما عمرك ما درتي فايزون موازين وكاين فنانين اللي عندهم عام ديال لا كارير كاين عندهم 6 شهور كاين اللي يلاه بدا انا هضرت مع انا هضرت مع المنظم صراحه هضرت معاه في التليفون وكل شيء وقلت ليه بغيت ندوز وهادي فهضرتي يمكن مع المدير الفني ماشي المنظم ما عرفتش فهضرتي مع الشركه كتنظم لا هضرت مع السيد لاسوسياسيون بلوت اللي مكلف داك الشيء قال لي قال لي لا قال لي الدوسي ديالك ما كانش كتحطه في في وزاره الثقافه خاصك تحطه في خاصك تحطه في زعما لاسوسياسيون اللي مكلفه داك الشيء والعام الجاي البيرو ديالهم وهادي وان شاء الله يكون خير العام الجاي ماشي على العام الجاي قال لي لا زعما العام الجاي البوزيسيون ديالك تقدر تكون حسان حيت كاين بزاف الفنانين يكون كاشي حسان بزاف الفنانين كيدوزوا وكاين اللي كيرجعوا ديما كاين شي واحدين ما كاين شي واحدين ما معروفينش دازوا ما غنقدرش نعرف انا شنو كاين شوف اللي داير البوز ما نهضروش عليه شي فنان داير البوز هذيك غيدوز خصو يدوز كيكون ديجا مطلوب غيدوز واللي كيكون شي سميتو معمرين به راه معمرين به انا ما نبغيش يعمروا بيا انا نبغي نكون عندي عضاله يعمروا لا ما نبغيش يعمروا بيا الحفل او شي حاجه نبغي نكون كاين عرفتي بغيت نكون كاين بغيت نكون كاين بيان سور ضروري ما يمكنش نكون نطلع لاسان ونطلع خاوي بطبيعه الحال شنو تفضل تكون في ديال النهضه ولا ديال السله؟ ما عنديش مشكل المهم ما عنديش مشكل مادام غادي تطلع في النهضه في السله انا عندي كاع المدن بحال بحال عندي كل شيء بحال بحال ما عنديش مشكل كاع المغرب نطلع في قويره نطلع في الداخله نطلع في ارفود نطلع في عمري قلتي هذه الجمله ديال مادام طلع هنا واش انت مادام عندك مادام جوج ولا؟ لا لا حيت ما زاد مدام تاع هنا لا لا دابا كون كانت مدام انا ما مزوج ما خاطب ما والو تا حاجه علاش؟ انا تا والو صاحبي ما كطلعش موازين ما مجوجش بوحدك شنو؟ انا بوحدي عايش بوحدي عايش على راسي كنسد عليا صافي كنعيش موسيقى عايش الموسيقى عايش الجمهور ديالك عايش الموسيقى الموسيقى بزاف بزاف ما تقدرش تصور شحال انت في طنجه ولا في خريبكه ولا في الدار البيضاء؟ انا با وامي في خريبكه دوك الدار دوك الدار دار مرجع انا عايش في طنجه في طنجه شنو كدير في طنجه كتخدم في كنخدم كنغني محلات ريستورون فيها الفلوس طنجه لا عادي كيفاش لا عادي حتى كازا فيها فلوس لا واش نقول لك بايزون طنجه في الغناء كاين الاموال لا كاين اموال طائله تما كنبعقني اول بارتو شوف حيت انا طنجه ثلاث سنين درتي الاول خدمت الموسيقى انا تما بزاف سبحان الله العظيم كاين ديك المدينه الحمد لله ببركه هادشي بغيت نسولك لا شوف طنجه سبحان الله زوينه وناسها مزيانين وكنبغي نغني مسيحيه كاملين الناس الشمال بصفه عامه انا اصلي عروسي ديجا ولكن كبرت وتزاديت في خريبكه كنت في فاطمه الزهراء شي حاجه؟ لا ما تجيش شي سامع عروسي فاطمه الزهراء العروسي كلهم تحيه لهم دونك انت في طنجه شحال دابا من عام وانت في طنجه؟ اربع سنين وقيله ولا ثلاث سنين ونص باقي ما كتقول هذيك المدينه كتشد اذا جيتي تما كتشدك ولفتها انا ملي كنمشي لخريبكه ما كنخرجش بزاف كنمشي غير للدار ولا لاصال ولا شي حاجه ونرجع ولا في طنجه المهم عندي صحابي عندي الناس ديالي صافي عندك عائلتك تما وانت يمكن لا غتجوج راه تجوج في طنجه انت لان ملي كتمشي لطنجه ما كتخرجش من طنجه ممكن نقدر نتزوج تماك علاش لا كاع المغرب زوين انا غنرجع معاك للموسيقى عماد الدراج واش كتظن بان الارتيست خصو يدير اغنيه تكون كدير البوز باش يقدر جوستومون يبداو يعيطوا ليه ما يقلبش على انا نقول على الفن يقدر يقلب بلوس على البوز كو على طريقته هو ولا الاداء ديالو ولا الفن ديالو لا دابا هذا الوقت في 2018 البوز ضروري هو البوز مزيان ضروري ولكن المشكل ديال البوز عنده هو جوج حوايج هو زوين وخايب اللي زوين فيه هو ان كتولي عندك اسم كيوليو كيعرفوك الناس بزاف كلشي كيهضر بيك في الشارع في لي ريزو سوسيو كيهضروا عليك ولكن كيعيطوا لك في الحفلات في الفيستيفالات وداك الشيء ولكن المشكل اللي كيوقع هو ان من بعد صعيب دير شي اغنيه تخلق البوز اكثر من الاولى كتولي تقدر تطيح في ديك لاشوت ولا طحتي صعيب تطلع ثاني صافي كتحرق بهذا المعنى كتقدر دوز غير عام عامين كتمشي ولكن اللي كيقلب على الفن يعني كفن ولا شي حاجه ديما كيبقى انا بالنسبه لي نبغي ندير البوز ولكن يكون شويه ما يكونش بزاف علاش حيت الاغنيه خسرتي عليها
لا تقدر تخسر عليها شويه تخسر عليها شويه الفلوس، ولكن الثانيه خاصك تخسر كثار من الاول، والاخرى تخسر كثار، كتولي داخل في حوايج اخرين اللي انت ديجا ما قادرش عليهم. كتقدر تحيد من عندك وتعطي، تحيد من عندك وتعطي. انا 10 سنين دابا باقي كنخسر، باقي كنخلص، باقي ما ربحت والو. شنو ربحتي والو؟ باقي ما ربحتش. لا ولكن كيفاش عايش اللي ما ربحتي والو؟ كنعيش بحال خديت واحد شويه الفلوس، اكثر من النص كيمشي للموسيقى وشويه كنعيش به بحال الشعب، يعني كنعيش عادي بحال اي واحد. بعض المرات كيكون عندي درهم في جيبي، بعض المرات كان مرض ما كنلقاش باش نشري الدواء. مسكين. لا ماشي مسكين، بصح صح كنهضر بصح. اه صاحبي هادشي كله لا كارير 10 سنين اصاحبي. بون شنقولك دوك شنو؟ دوك الحل ديالك هو الموسيقى، هو دير شي تيتر اللي يضرب. داك الشيء كيبقى عند الله، انت كتخدم، انا كنخدم وانا كنآمن بداك النهار غادي يجي وقريب، ما تعطل ما نتعطلش، باقي هاد الايام ان شاء الله ندير البوز. عرفتي حاسب؟ لا قريب ليك. حس في الموسيقى عماد واحد الوقيته حسينا بك ما بقيتش غادي في السيل واحد، كل مره كتيستي شي حاجه، كاع اخرتها كنتي تيستيتي شويه خليجي، من بعد مشيتي للغوبريز ديال الحسني، من بعد كان مغربي، بعد مازال ما مشي راي، ما عرفناش التوجه ديال عماد الدراج، واش مازال ما لقاش راسو؟ لا ماشي ما لقاش راسي، لا ماشي كنجربش، ما ماشي انا كيعجبني ننوع، ما كيعجبنيش نبقى في نفس الستيل، صوتي كيعجبني نحطه في بزاف التجارب، ما كنبغيش نحطه في تجربه وحده. وانا وانا الفنان وانا الفنان بالنسبه لي هو اللي يحط راسه في بزاف التجارب وبزاف لي ستيل جداد وبزاف، وديما يتجدد، ديما يعطي شي حاجه جديده، ومزيان الواحد كيزيد يتطور، ما يبقاش في نفس الحاجه. شنو اخي بحاجه طرات لك في الكارير ديالك في 10 سنين؟ اخي بحاجه، لا ماشي في حياتك، في الحياه الموسيقيه ديالك في 10 سنين ديال الكارير، شنو الحاجه اللي ندمتي عليها؟ مشيت سو دوزام. كنت بخير، كنت كنقرا مزيان، كنت دابا راني خدام في شي كادر في شي بنكه ولا شي حاجه. دوك هذاك الشيء اللي خلاك مشيت للموسيقى ستوديو دوزيام؟ لا انا الموسيقى عندي في الدم، ولكن مشيت صغير، مشيت صغير تكرفصت. شحال كنت عام دابا؟ 28. دوك 18 عام مشيتي ستوديو دوزيام؟ 10 سنين. مشيت صغير تكرفصت بزاف في الموسيقى، تكرفصت بزاف، يعني 18 عام ما كنعرفش، من مدينه صغيره سميتها بوجنيبه حدا خريبكه، كنت تنسكن فيها فين كبرت، الاستوديو دوزام في كازا مع ملحنين كبار، مع ناس كبار، مع بزاف الناس اللي كيخدموا في الليل، كيخدموا في الدومين، اللي عنده 30 عام، اللي عنده 20 عام، اللي عنده 15 عام ديال الكارير، انت كهاوي شويه وليتي معروف، كلشي كيعرفك، كتلقى واحد صعيب، باك ما كيفهمش في الفن، امك ما كتفهم، حتى واحد ما كيفهم، ما فاهمينش اش باغي دير. عندك خوتك في الدار؟ عندي اختي مزوجه في الصحراء، وخويا حتى هو الله غيتزوج في مراكش. حتى هما ما كيفهموش الموسيقى؟ حتى واحد ما كيفهم في الموسيقى. انت بوحدك اللي موسيقار وموسيقي في الدار؟ بوحدي اللي كنغني، بوحدي اللي كنهز الساك ديالي ونمشي نركب في الكار ونطلع لكازا ونمشي استوديو ونركب في الطوبيس في الطاكسي ونرجع ثاني ونتقاتل باش نوصل. وي دونك ندمتي على التجربه؟ لا ما ندمتش، بالعكس انا حتى شي حاجه ما كندم عليها، مي واحد الحاجه صعيبه ضراتني، يعني كانت كنتمنى ان ملي كانت عندي 18 عام خديت الباك، كنت كنتمنى مثلا نمشي لشي ايكول شي حاجه نقرا، ناخذ ديبلوم، ندفع السي في، نخدم، ناخذ سالير، نمشي للناس. الموسيقى بوحدها خليها كهوايه ونخليها في العائله كنضحك بها وصافي. ملي كتدخل، ملي كتدق ديك البره بحال لا دروغ، كتدق فيه صافي ما يمكنش من بعد. دونك الى رجعتي 10 سنين للور نمشي ستار اكاديمي. عباد الدراج رجعت 10 سنين للور غادي غنكمل قرايتي وعاد نشارك في شي برنامج. تري بيان، دونك تلقاها. ولكن انت دابا تيقول لك بان حد يقول لك الناس تخو طاغ زعما بوغ. لا شاركت، انا شاركت وساليت، شاركت ودوزت البرنامج ورجعت كنقرا وساليت القرا، هذاك الشيء كله كيهرسك كله. نهار تبان خصك تبقى ديما تبان، يعني تبقى ديما تخرج الجديد، ولكن ما يمكنش انت تلميذ كتقرا، انت تلميذ كتقرا، كيفاش غتخلص اغنيه بواحد البخيل اللي خيالي وعاد راك عارف الكلمات، اللحن، التوزيع، الماسترينغ، الميكساج، البرومو، الكليب نديرو حنا ما درتيش هذا الكليب. بزاف لي سبونسور ما كيعاونوكش، لي سبونسور كيعاونو فنان كبير اللي شبعان فلوس، هما اللي كيعاونوها، اما واحد كيكون بدا ما كيعاونوش. ما كيتيقوش فيه؟ ما كيتيقوش فيه، نهار كدير شي اغنيه البز عادي تيقو فيك. ولكن هذا الشيء كامل كيدوزو منه الفنانين، ما يمكنش الحسين الجاسمي في 1990 حتى 2006 نزل اول البوم، يعني كاريير سنين هو كيخدم، مجد المهندس 20 عام هو كيغني، يلاه بان، فضل شاكر
15 عام هو مخشي في كباريات وداك الشيء باش يقدر يوصل عاد وصل صوته دابا مخشي في بلايص اخرى نهار وصل كيوصل فهمتي نهار الفنان كيوصل الفنان الحقيقي راه كيضرب تمارة باش يوصل ماشي على الفنان الفنان او الرياضي او اي واحد خاصو يضرب تمارة باش يتقاتل اما اللي كتجيه سهله جو بونس تقدر تمشي ليه سهله خويا مازال شي زوين اللي كتقول مازال نهضروا على هادشي ونهضروا على الرياضه ونهضروا على المنتخب المغربي اللي ما بقى والو يلعب الماتش الاول ديالو مع ايران من بعد فاصل ما تحركوش حنا دائما مع إمام الدراج على شاده تي في مرحبا بكم على عام جديد على قناتكم شاده تي في اليوم معايا الصديق عماد الدراج السلام عليكم سي عماد كيداير بخير راه علاش البرينوم ديالك عجبني شي شويه فهمت الاسم الشخصي ديالك شكون سماك عماد عماد الوالده الله يخليها لك اخترت احسن سميه سبحان الله العظيم داروا القرعه ما بين عماد وعمر وثلاث فوا كتجي عماد بصح داروا دابا كسميتك عمر الدراج ما عنديش تخرج في بعيده كنت تدير موازين كنت اسميك عمر مشكل حيت هذيك عمر هي اللي فيها كلشي شي كاين عمر شويه ملي كتكون خدام في الناس خاصك تعرف تجيبو صافي خاصك تعرف امينيوكس ما تهضرش عليه دابا الله يخليك لا ما نهضروش على امينيوكس دابا خلينا في البرنامج مع عماد الدراج الاشهار ديال الاغاني لا الله يخليك فهمت شنو عطلة يمكن ياك فهمت عماد اغنية جاية شنو هي اللي كتوجد لنا دابا الصيف جاي شنو كونجي ولا مازال ما كتفكر في والو عندي بزاف الاعمال ولكن باقي خدام فيهم ما بغيتش ننزل اي حاجة وبغيت تنكون ضابط الامور ديالي وعاد ننزل ان شاء الله عندك بعدا واحد العمل مشترك اييه معنا ان شاء الله باذن الله مع بزاف ديال الفنانه ان شاء الله اغنيه على المغرب وي اغنيه زوينه بزاف شوف بقينا غير حنا اللي ما درناش اغنيه على المغرب كلشي دار اغنيه على المغرب حنا بقينا ما درناش اغنيه على المغرب خصنا نديرو اغنيه على المغرب صراحه اغنيه زوينه انا كنصح الناس باش يسمعوها ان شاء الله تفرجوا باذن الله باذن الله تبلا التوفيق اغنيه زوينه بزاف ان شاء الله تنجح ما عندكش اقتراحات في شي حاجه اخرى من غير الغناء التمثيل باغ اكزومبل ولا شي اعمال اخرى ولا انت سد على راسك حيت ما استاش بانك البلاصه اللي كتكون فيها باغ اكزومبل سي فري كو ما غاديش نكذبوا الدار البيضاء اللي تكون فيها يمكن لي زوبورتونيتي بزاف اكثر من وي وي كازا مزيان كازا سونتر كازا وخاصك تفيق وتمشي الصباح وتطرق البيبان وتقلب وتبروبوزي ودير لي كاستين خاصك دير هادشي طنجة كتخدم صعيب دير كلشي دار خاص تكون شي ايكيب كترتاح فيها بعدا من ناحية الراحة ديال الدماغ كترتاح والراحة فين ما مشيتي كاين الراحة وما كاينش الراحة غادا الحياة هكا شكل الحياة مرة زوينة مرة خايبة شكل هذا المهم ما هضرت معك على واحد الموضوع عماد وسمح لي لا ندخل شويه في الحياه الشخصيه واحد شويه ها ماشي مشكل حيت داز عليها بزاف ديال الوقت واحد الوقيته كانت واحد الضجه سيغ انترنيت على خطوبه ولا الزواج ديالك وي حيت عتاجه النهار غفلتي كل شيء تحطيتي واحد التصويره سيغ انترنيت بانك خاطب ولا مزوج ولا شي حاجه بحال هكا نط واحد الضجه كبيره علاش كيفاش لا سيدا لا هي كبر منه لا هو صغر منها لا سميتو داز واحد السيمانه بق قوالو اش وقع؟ قوالو تابعه سهله دير لك تويتر تابعينك داك الشيء ضل الله سبحانه وتعالى الغناء هذا شنو؟ ما عرفتش واش عندي ولا نضيفوا منك يا عماد لان ما فهمش لا نختار انا شوف انسان كيغلط انا ما انا بالنسبه لي داك الشيء ضل الله سبحانه وتعالى ما يمكنش يعني كتلاقى خويا راه سير برا عطانا عقل باش نفكروا باش نعرفوا شنو نديروا ماشي غنديروا شي غلط نقولوا هذاك الشيء ديال الله شوف ولكن الا جينا نشوفوا مثلا الحالات ديال الطلاقه ولا الحالات ديال الفراق وقتك تزوجتي لا هذه خطوبه خطوبه ما تزوجش خطوبه كبيره هذه خطوبه وصافي خطوبه فهمتي ما تزوجش الصراحه وبقى فيها الحاله علاش؟ في حال ما عرفتيش عليها لا كانت خطبه عاديه كنستغل هذوك المناسبات باش ناكل فابور كمل لا مرحبا بك دوك من بعد شنو ما تفهمتوش واش الغيره حيت كاين الغيره في هذا لا ماشي على الغيره ماشي ديال الله سبحانه وتعالى سالينا من عند الله واعي مكتاب ما عندي شنو غنقول السبب فيا فيها لا ماشي على فيا ولا فيك كيف تيكون الغيره في يقدر يكون الغيره يقدر يكون ما نقدرش تيغيروش عليك الناس انت ما عرفتش انا ما عادي كنشوف راسي عادي يغيروا عليا ما يغيروش اي واحد في شي وحده كتبغي شي واحد واخا يكون كيف ما يكون راه تغير عليه هذه حاجه واضحه لا ما كان لا غيره لا والو تفاهمنا كنا تلاقينا مزيانين تفرقنا مزيانين وخرجتي على اغنيه من بعد لا 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 خرج أغنية لا لا الاغنيه كنخرج على كل شيء انا كنخرج على واحد الحاله كنحس بها انا تاكد تاكدش على حوك الله يسامحك ما تضحكش اللي ضحك الاول هو اللي كذب يلا ضحك الاول نضحك انا فيه ضحك الاول هو كذب كيفاش
ماشي مشكل. الله يمكدوس. ماشي مشكل. شرب الماء. ضحكتيني. شرب دوز الحاجة. انت اللي ضحكتيني. ماشي مشكل. تفضل. كتلعب شوية رياضة، كتلعب كرة، أولمبيك خريف قال ويداد الراجا. كنلعب ميسكيلاسيون، جرا، تيكواندو. تيكواندو. كيك بوكسين، بوكس. مرة. قلنا أنا من الأول كدير تيكواندو ما نسولكش هاد الأسئلة كاع. عرفتي اش تسول حتى الأسئلة لراسك وجاوب راسك. شحال هادي لعبت تيكواندو؟ دابا وليت كنلعبها ميسكيلاسيون وجرا صافي. تبارك الله تبارك الله. كرة والو. كرة ما كتعجبنيش كنلعب باسكت. منتخب كتفرج فيه؟ كيحمق لي المنتخب. ألوغ منتخب أشنو نظرك في لا كوب دو موند؟ أش بالك؟ مشينا بعيد ولا راجعين؟ ما عرفتش أنا كيجيني أنا بالنسبة ليا غادي يكون شي حاجة ما عرفتش كنحس منتخب زوين متجانس مفاهمين مع بعضياتهم عامين هما كيشتغلوا بعضياتهم مفاهمين لعابة كلهم مزيانين أنا كلهم كيعجبوني كاملين وكنقول واقيلا يقدروا يديروا شي حاجة إيران بعدا كنقول يربحوها أنا بالنسبة لي لا إيران تما تيقولوا نص الهضرة دابا في هذه اللحظة هذه عندهم واحد البرنامج سميتو خميني تونايت واحد السيد هذا الجمعة في هذه اللحظة عرض على واحد الفنان سميتو عماد درج خوم قال لهم دابا في هذه اللحظة بأن قدروا يديروا شي حاجة مع المغرب لا لا المغرب غيربح شحال غيربح الماتش إيران 2-0 المغرب غيربح 2-0 وي أنا عطيت 3-0 في هذا الماتش لا 2-0 شحال غيدير المغرب مع البرتغال 0-0 المغرب مع اسبانيا غيخسروا ايوا صافي رجعنا فحالنا الشريف ما غادر حنا في الشك نبداو عشان نهزو الكالكيلاتريس ونبقاو نحسبوا ولكن يقدروا يدوزوا الاخرين اش غيديروا حنا ديما عندنا ولكن ايران مش ايران ما تهضرش لي عليها ايران ايران هي اللي هي اللي عندها هي اللي هي المشكل الاول هو الماتش حيت انا بالنسبه لي البطوله ديال اسيا ضعيفه يعني ايران ولا ديك المنطقه بصفه عامه ايران راهو من الاول يتكاليفوا الكوب دي موند واخا واخا افريقيا افريقيا في اللعب صعيبه افريقيا واوروبا في اللعب ديالها صعيب واللعابه ديال المغاربه تبارك الله مستانسين في اوروبا كيلعبوا الزياش اللعابه بن عطيه طاليان في بلجيكا داكشي المهم انا رايي الخاص انا ما نشكلعاديش مع الكره داكشي رايي الخاص كنقول ايران غايلعبوا معها مزيان وانا كنتمنى ان يربحوا تاع اسبانيا يربحوا كلهم يربحوا علاش حيت انا الدم ديالي مغربي علاش ما حاولتيش دير اغنيه على المنتخب لا ما جاتنيش ما بغيتش ننزل حيت كيطروا الاعمال بزاف وداك الشيء وراك عارف كل عمل خاصو دعم خاصو برومو خاصو بزاف د الحاجات وانا كنت في واحد لا بيريود ما نقدرش ننزل داك العمل علاش هاد لا بيريود شنو فيها هذا زعما ما نقدرش ننزل العمل ننزلو ضعيف ما نقدرش اغنيه نقدر نديرها زوينه اغنيه ديما كندير نحاول ندير حاجه مزيانه كاليتي مزيانه ولكن لا برومو دابا ولات كطلب بزاف د الفلوس بزاف د الحاجات وانا ما بغيتش ندير شي حاجه مع الناس اللي داروا فهمتي الناس داروا بزاف الاعمال وخسروا عليهم فلوس بزاف وكاين اللي كانوا عندهم دي سبونسور كاين اللي يعني عندهم لي كونتاكت كيعاونوهم انا باش نديرها بوحدي كان شويه صعيبه كاين بزاف الناس ولكن الحمد لله عيط عليا عماد قطبي وانا مرحبا في العمل مرحبا بك مرحبا والله الا مرحبا شحال كيكلف ان كليب باغ اكزومبل عماد الدراج تقريبا كليب انا باقي لحد الان ما درتش شي كليب اللي كنسمي كليب كان هذا الكليب اللي درتي اللي كتقول انت صغير شحال كيقدر يتقابل ما عرفتش تقدر تكون جي 20000 30000 على حسب ليكيب على حسب راه ميزانيه بيان سور ميزانيه اي حاجه فلوس اي حاجه ديبلاصا فلوس غتاكل هنا فلوس غتخرج من هنا فلوس كلشي يعني خصك تخدم بزاف طيب يا عباد غنمشي معاك لواحد الانترفيو اللي سميتو واحد الانترفيو بسيكوبات خاصك شي اسئله خاص تجاوبني بصراحه قول واش عمرك ضربتي شي حيوان ما تكذبش عليا ضربت ديرش فيها زعما كاميرا لا لا ضربت شكون هاد الحيوان اين نوع الحيوان ضربت واحد الكلب علاش كانوا تعرضوا لي شي 50 كلب في الزنقه 50 كلب كنت كنمشي كنق في واحد البلاصه في واحد العروبيه وكنت غادي في الطريق وكانوا ناعسين كانوا ناعسين والله لا رب قصد ديك الكلبه اللي كاينه وسطهم هربت صافي كلشي مشات حيت هي كتجمعهم تعرف شكون هي الكلبه فيهم خاصك تكون بروفيسيونيل وداك الشيء الكلبه كنهضر بصح والله لا ما عرفتش كدوي بصح كنت صغير كان الله يسمح لي الله يسمح لي شحال هادي كنت كنصيد دوك الفراخ اها كنت كن بجباد ولا باش بالشبكه انت نيفو خرج 16 الوحش لا انا والدري انا الدري صاحبي كنا كنقراو في السادس ابتدائي كنا كنقراو مزيان هو مكلخ كبير شارف هو كبير كبر من الاستاذ كنا كنقراو وكان عنده الشبكه وكان كيقول لي يلا تفي تحفر معايا كنت كنمشي كنحفر معاه كنحفروا كنعمروا بالماء كنديروا الحجر كاين بعد واحد 30 متر ولا 40 متر كيهبطوا دوك الفراخ كنجروا الشبكه كناخذهم كامل كنشويهم
قبح الله الفقر. هو اللي كان كيعلمني كنشدوه نبيعوه كانوا كيتشدوا معاهم دوك الحمريطات والجوش وداك الشيء. ما ديرش موازين الشاف ماشي شحال هادي شحال هادي. واخا عمر ضرباتك الوالده ديالك شحال مره كتضرب؟ علاش؟ شنو حاجه كنتي كدير باش كتاكل راسك؟ انا باينه كنتي كدير شي حاجه كنشعل العافيه في الدار. اوه والله كانت في واحد البليه كنقطع الشمع وكنشعلو والله العظيم تلقاوني في السطاح. ترى شي ارهابي تما كنتي صغير. كنت كالم. كتبان كالم دابا راه دابا لا راه كالم ولكن نهار كنزباليها بزاف كنزبالي شي حاجه اللي قبيحه. نهار كنضرب شي واحد ولا شي حاجه كان خويا يوميا كان كيجيب التبريات كان كيبقى يضرب في البنات في الزنقه. شناهي زعما التبريات ديال الدار؟ شي تبريات زعما كيجيو تبراو تبريات زعما ضربت الجمع. دونك نتوما العائله يمكن كلها بحال هكا انت وخوتك زعما ديما كنتو شويه صعاب. لا انا اللي هو كان صعيب اكثر مني. هو كان قبيح وانا اللي كنت درويش ولكن انا مشيت للزنقه الدار بتكليت العصا ندخل ما كنطيش. كتصيد فراخ؟ انا الفراخ الحمام قنيات. وبالليل دابا في الخدمه مازال كتصيد فراخ؟ لا ما كنصيدش فراخ. ما كنصيدش فراخ كنصيد حتى حاجه كنخدم وكنمشي في حالي. كتصيد طرف خبز وصافي بحال هكاك. ما تسالك ماشي تبارك الله عليك دوز بزاف. لا هادشي اللي كيبان لي انا شي واحد دابا كتهضر معاه دوز بزاف كتقول دوزتي وصيدت الفراخ. لا دوز بزاف الحوايج. بحال اش؟ بزاف الحاجات. شي حاجه اللي عقلتي عليها؟ انا ساكن في مدينه صغيره. مدينه صغيره كنتو معروفين دابا اسمها مدينه صغيره. مدينه صغيره بوجنيبه راه كنت كنخرج كنمشي للكاريان كنتخشى في الغيران كنت كندير شي حوايج مسطي. انا المهم كاش كتلقاني كنت كنجي كنلوح المحفظه ومفر ما كاينش والله كنت في شكل داير ولكن ظريف. سلامتك. الله يسلمك. الله يسلم. عمرك جرو عليك مدرسه؟ لا عمرك ضربت واحد البنت. ضربتي بنت؟ علاش؟ ضربت بنت وهربت من القسم من حد الشرجم وتبعني العساس وطيحت هكا فهمتي طاح ونقص من السور ومشيت. سوبر مان. شحال هذيك كنت صغير؟ الثامنه كنت نقرا في الثامنه باقي عاقل. عمر ضربك شي استاذ؟ اوه شحال من استاذ حمال وداك الشيء ضروري فرقه وداك الشيء ديال هذا استاذ هكا والدم هكا كيطير هكا بدك العصا. ملي كتاكل العصا كدير اللعبه ديال الاستاذ كدير قدام كتبغي تعيق على الدراري كدير ديك حلوه. لا بالعكس كنقول لك 10 ضربات صح وكنمشي نجلس. ملي كتمشي للطاويله كاين واحد كتسيباريك واحد الحديده مع هذاك اللي حداك كتحط يدك له كتسمع ديك هذيك مصبانه دوزت خطير داك الشيء. كنا كناكلوا العصا وكنسكتوا حنا كنا كنحترموا الاساتذه ديالنا. شحال هذا؟ مابقاش دابا احترام الاساتذه؟ ما عرفتش كنشوف شي واحد كيضرب شي استاذ كيعز عليا صراحه حيت الاستاذ كما كان نوعه كيبقى خاصك تحترمه حيت ربي اللي عالم به كيكون عنده ستريس بزاف الحاجات. اخر واحد عصبك في حياتك شنو درتي ليه؟ اخر واحد عصبني؟ اخر واحد عصبك طلع النيفو الاخر ديال التعصب شنو درتي معاه؟ ما بقيتش عاقل صراحه. كاينين بزاف اللي كيعصبوك. كنتعصب بزاف كنتعصب 1000 مره في النهار ولكن تعلمت واحد الحاجه ما كان صافي كنبعد عليها ولا كنبلوكيه كاع مره ونسى. تجي كتكالمه عمرك تيجوك دي ميساج ديال البسيكوبات في سناب شات ولا في فيسبوك شي واحد كيصيفط لك شي ميساج اللي ما كتوقعوش انت شي واحد كيعيطوا بعض المرات كيعيطوا كاع كيعيروا كاع بعض المرات كيعيروا لك ما كنجاوبش كنسمع طن كنقطع بلاصه ما كيعصبوكش كنجاوبش وما كنقولش هضره خايبه في التليفون. يسجلك ولا شي حاجه يقدر مثلا يحطها وكاش كنفهم بانك تقدر تقولها ولكن غير ما يكونش التليفون. لا انا كنهضر زعما بصفه عامه سواء التليفون سواء سميتو حيت دابا نقدر نجي انا لودنك ونقول لك كلمه قبيحه وتعصبك وتضربني واحد ديريكت ولكن الناس غيشوفوا انت ضربتيني ما يشوفوش باللي انا قلت لك شي حاجه. طيب يا خويا بارك انا بسيكوبات عماد بقيتني بسيكوبات صافي بليزير. ما كانش شي صحابي تشاف على اول مره كنلعب. لا كالم شويه. لا كنتي كالم بزاف. لا كنتي كالم زعما تبارك الله عليك. الله يبارك فيك خويا نتمنى لك التوفيق في المسار ديالك ونتمنى الاغنيه الجايه تحقق النجاح اللي انت كتمناه. ان شاء الله عمل بزاف مختلفين ستيلات مختلفين ان شاء الله. دايوغ راه كانت عندك اغنيه ديال مختلف وي انت راك مختلف وي ولكن ان شاء الله غادي توصل لان تبارك الله عندك الصوت وكل شيء وبغيت شي مقطع من اي اغنيه بغيتي بمناسبة العيد اللي جاي الجماهير اللي كيتفرجوا فيك اليوم. أغنية ديالي؟ اللي بغيتي ديالك ماشي ديالك اللي عجبك. تارا وبدلتي لي حالي زدتي كملتي في بالي
شوفك تمشي لي الهضره وما نعرف شاي سرالي ويلي 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 انت يلي سهرتيني ليلي ويلي 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 انت يلي هبلتيني. عيب الدراج، ميرسي بوكو خويا، شكرا بزاف. كلمه للجمهور ديالك ديما على الشاده تي في. شكرا عماد قطبي، ليكيب تكنيك كامله، كلشي ميرسي بوكو. ومن هذا المنبر انا كنطلب مسامحه من الكلبه اللي ضربتي. الله يسمح لي الطاقم ديالي، مسامحه. الله يسمح لي لا تكون دابا التفاح، كانت مره مزيانه. هادشي اللي كاين. شكرا لكم، اش نقول لكم؟ تبارك الله عليكم، وموعدنا في حلقه قادمه ان شاء الله على شاده. السلام عليكم. مع عماد قطبي الليلة سهران على شادة تي في، كاين بلان كل حلقة معنا فنان كل هاد خشاب فين وجي قطبي تونايتي نشطكم، شادة تي في غتونسكم، هاد الليلة احنا معاكم خليكم ما تمشوا. مع شادة هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون، كل حلقة نايضة تون تجمع الأحباب والجيران. أو مع شادة هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون، كل حلقة نايضة تون، رمضان هذا واش من رمضان. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء.